شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: علي مع الحق، والحق مع علي يدور معه حيثما دار. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحق والباطل هنالك نظريتان متقابلتان. النظرية الأولى نظرية التخطئة، والنظرية الثانية نظرية التصويب. ما هي التخطئة وما هو التصويب؟ وهل نحن نقف مع التخطئة أو نقف ضد التخطئة؟ لكي نحدد موقفنا من نظرية التخطئة لابد أن نعرف أولا ما هي التخطئة وما هو التصويب. التخطئة تعني أن هنالك واقعا عينيا خارجيا مستقلا عن الإدراك البشري، هذا معنى التخطئ. أكو هنالك واقع، أكو هنالك عينيات خارجية، أنت قد تصل إلى هذه الواقعيات وقد لا تصل إلى هذه الواقعيات. هذه الواقعيات مو منوطة بنظرك، مو منوطة برأيك، مو منوطة باجتهادك. اجتهادك قد يكون مصيبا للواقع وقد يكون مخطئا للواقع. مثلا هنالك معضلة هذه المعضلة قضية تناهي الأبعاد. هذا الكون الذي نعيش فيه أبعاده متناهية أو غير متناهية. أنت إذا ذهبت في هذا الفضاء بمركبة أسرع من الصوت، ف
فهل تصل إلى نهاية لهذا الفضاء أو لا تصل إلى نهاية لهذا الفضاء؟ هل هذا الكون ينتهي أو لا ينتهي؟ هذه معضلة. يأتي هنالك مفكر ويقول إن الكون أبعاده متناهية، ويأتي هنالك مفكر آخر ليقول إن الكون أبعاد غير متناهية. هل الواقع الخارجي تابع لنظريات المفكرين؟ أبدا، الواقع الخارجي ثابت على ما هو عليه، الواقع الخارجي لا يتبدل، إما الأبعاد متناهية أو الأبعاد غير متناهية، لعله يظهر من قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون، لعله يظهر من هذه الآية أن هذا الكون متناهي، ولكن هذه الواقعية مستقلة عن نظريات المفكرين، هذه واقعية ثابتة، المفكر قد يصل إليها وقد لا يصل إليها، هذا في الواقعيات العينية الخارجية. نأتي إلى الواقعيات التشريعية، شريعة الله، لله سبحانه وتعالى شريعة، ولله تعالى قانون، ولله تعالى أحكام، الإنسان قد يصل إلى هذه الأحكام فيكون مصيباً، وقد لا يصل إلى هذه الأحكام فيكون مخطئاً. هذا معنى نظرية التخطئة التي يؤمن بها السائرون على خط أهل البيت. الآخرين مثل كل شيء، مو فقط في هذه القضية، في كثير من قضاياهم يقولون بالتصويب، الواقع تابع لرأي، ولكن مذهب أهل البيت يقول كلا، الواقع متابع لرأيك، هنالك واقع تكويني وهنالك واقع تشريعي، أنت قد تصل إلى ذلك الواقع وقد تخطئ ذلك الواقع. نأتي إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو نظرتنا إلى الصحابة؟ نظرتنا إليهم نظرة القرآن، بشر مثل بقية البشر، حاكمهم ومحكومهم، محكومهم مثل بقية المحكومين، وحاكمهم مثل بقية الحاكمين، لا يفرق بين حاكم وحاكم. شنو خصوصية هذا الحاكم؟ ما هي خصوصية ذلك المحكوم؟ هؤلاء بشر، هؤلاء البشر قد يصيبون وقد يخطئون. الصحابة لا تجعل قدسية لصحابي بنص القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول الصحابة قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ينزل سورة كاملة باسم سورة المنافقين. المنافقين منو كانوا؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنهم أخطأوا في سيرهم. الله سبحانه وتعالى يقول أفمن، لاحظوا الآية، كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. من هو المؤمن؟ راجع التفاسير، تفاسير الخاصة وتفاسير العامة. المؤمن هو علي بن أبي طالب. والفاسق هو الوليد. الوليد صحابي من صحابة رسول الله،
ولكن الصحابة لا تمنحه حصانة أمام شرع الله، أمام قانون الله. من الممكن أن يخطئ شرع الله، من الممكن أن يخطئ قانون الله. الله تعالى يسمي الوليد فاسقا وينعته بهذا النعت، ولكن تجدون أنه يؤتى بهذا الوليد الفاسق ويجعل واليا على الكوفة، والي على الكوفة، يصلي في الناس ذات يوم كما تعلمون صلاة الصبح 4 ركعات، ثم يلتفت إلى المأمومين ويقول هل أزيدكم؟ ويأتي هنالك رجل لا يعرف كتاب الله يقول الوليد مؤمن، الله يقول الوليد فاسق، ويأتي هذا الرجل ليقول الوليد مؤمن. ليش؟ لأنه صحابي من صحابة رسول الله. نحن نعتقد تبعا للقرآن وتبعا لمنطق العقل وتبعا لمنطق الأحداث وتبعا لدراسة الطبيعة البشرية أن الصحابة لا تعطي حصانة للصحابي، الصحابي كبقية البشر قد يصيب وقد يخطئ، ولكن هنالك استثناء. الاستثناء هنالك أفراد على يعدون على الأصابع لا يمكن أن يتطرق إليهم الخطأ. فاطمة الزهراء صلوات الله عليها من هذه القلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في البخاري إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. عملها ملاك للحق، وهذا لا يكون إلا في مورد العصمة، فهذا الحديث يدل على أن فاطمة معصومة. الحسن والحسين صلوات الله عليهما معصومان، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، يعني موقفهم يعين الحق، مو تعرف موقفهم بالحق، تعرف الحق بموقفهم. وعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا مقياس للحق من هذه القلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. نحن لا نعرف عليا بالحق، وإنما نعرف الحق بعلي صلوات الله عليه، هو مقياس الحق، به يعرف الحق، هم ميزان الأعمال. يعني كل عمل إذا أردنا أن نعرف إلى يوم القيامة أن هذا العمل صحيح أو باطل، يجب أن نذهب إلى باب علي صلوات الله عليه حتى نعرف أن هذا العمل صحيح أو باطل. أما الآخرون فالله لم يعطهم الحق، الآخرون بشر كبقية البشر وقيمتهم كقيمة بقية البشر. الفخر الرازي هذا العالم العظيم، طبعا هو ليس على مذهب أهل البيت، من الخطوط الأخرى، ومتعصب تعصب شديد ضد مذهب أهل البيت، راجعوا تفسيره. ولكن الله تعالى يجري الحق على لسانه، راجعوا التفسير الكبير الآن موجود في المكتبات. أكو
أكو هنالك خلاف في البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ في الصلاة أو لا تقرأ؟ وإذا قرأت هل يجهر بها أو لا يجهر؟ مالك يقول البسملة مو جزء من الصلاة، تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، بسملة ماكو. هذه نظرية فقهية. أبو حنيفة يقول البسملة جزء من القرآن وتقرأ في الصلاة، ولكن تقرأ إخفاتا في الفرائض، ما إلى حق واحد يقرأها جهرا. وهنالك مذاهب أخرى. نأتي إلى الفخر الرازي، لاحظوا عين عبارته، يقول في هذه العبارة في التفسير الكبير الجزء الأول صفحة 210 و211، يقول إن عليا رضي الله عنه أو كرم الله وجهه كان يبالغ في الجهر بالبسملة، عندما كان يصلي كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم بالجهر، يبالغ يعني مستمر على ذلك، متمسك بذلك. فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع من الجهر سعيا في إبطال آثار علي، كل أثر من آثار علي صلوات الله عليه حاولوا إبطاله وإلغاءه، كل شيء حتى ما ثبت عن رسول الله، حتى ما جاء في كتاب الله، لأنه كان سيرة علي حاولوا إبطاله ومنعه. ونحن يعني الفخر الرازي وإن شككنا في شيء فإنا لا نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس بن مالك خادم رسول الله، حقيقة من هوان الدنيا على الله هؤلاء يقارنون بعلي، أنس من هو أنس؟ خادم من خدم رسول الله، لا نهين خادما، ولكن خادم لم يعرف شيئا إلا القليل يقارن بباب مدينة علم رسول الله، وبالنتيجة يرجح على ما يقوله علي بن أبي طالب. حقيقة هذا مو مؤلم، هذا مو من هوان الدنيا على الله، يقال أنس وعلي، يقال علي ومعاوية، ولكن الله يجري الحق على لسان الفخر الرازي. ومع التعارض بين قول أنس وابن المغفل هذا صحابي ثاني وبين قول علي بن أبي طالب الذي بقي عليه طول عمره، فإن الأخذ بقول علي أولى. ومن أخذ دينه من علي بن أبي طالب، هذا مو واحد شيعي يقول، واحد من الخط الآخر، فقد اهتدى. والدليل عليه قول رسول الله اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. ولكن كما قلنا أن هذه الأمة التي الله سبحانه وتعالى أظلها على علم وختم على قلبها وسمعها وبصرها، قدمت ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، ولكنهم أخروا حظهم، ولو قدموا حظهم
قدموك علي مقياس الحق بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيبقى هذا المقياس على امتداد التاريخ يعين أن هذا هو الحق وأن هذا هو الباطل. في يوم من الأيام إن شاء الله تكتشف الدنيا، في يوم من الأيام الدنيا صحت حقيقة. الآن واحد يفكر حقيقة كان مجموعة من العقلاء يعتقدون بالشيوعية، تلك الشيوعية التي كان لها هذا الضجيج، حقيقة عاقل كان يعتقد بهذا المذهب. في يوم من الأيام يصحو إن شاء الله عقلاء العالم حتى يجدوا حقيقة في يوم من الأيام كان واحد يقدم ابن المغفل على علي بن أبي طالب إلا المغفل، وواحد يقدم قول أنس على رسول الله على علي بن أبي طالب الذي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كلمة. الكلمة الثانية، شيعة علي صلوات الله عليه قدموا كل شيء لعلي. واحد دينار، يقدم دينار من 100 دينار تضحية، وموقف عظيم، دينار من 100. واحد يقدم 10 من 100، موقف عظيم. واحد يقدم كل 100 في سبيل الله، منتهى التضحية. ولكن شيعة علي صلوات الله عليه لم يقدموا أموالهم فقط، قدموا أموالهم وقدموا أولادهم وقدموا أعز شيء في الإنسان على نفسه وهو أرواحهم. أعز شيء هو الروح، قدموا أرواحهم في سبيل علي صلوات الله عليه. عندما ضرب علي صلوات الله عليه دخل عليه الناس وكان رأسه معصبا بعمامة صفراء، وعلي صلوات الله عليه في تلك اللحظات الأخيرة أو القريبة من الأخيرة يخاطب الناس: سلوني قبل أن تفقدوني. ماكو واحد في التاريخ يتمكن أن يقول هذه الكلمة صادق، سلوني قبل أن تفقدوني. أي مجتهد من المجتهدين لا يتمكن أن يقول سلوني قبل أن تفقدوني، أي عظيم من عظماء التاريخ لا يتمكن أن يقول سلوني قبل أن تفقدوني، محال. يقولها رجل صادق إلا من ارتبط بالله كعلي صلوات الله عليه. وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم، لأن الدماء نزفت من الإمام، الإمام لا يتمكن أن ينطلق في الكلام. فأخذ الناس يبكون بكاء شديدا، وأخذ حجر ينشد أبياتا، ومن جملة هذه الأبيات: فيا أسفا على المولى التقي أبي الأطهار حيدرة الزكي. وأخذ يسترسل في أبياته. علي نظر إليه صلوات الله عليه، رآه حجر، قال له: يا حجر، ما بالك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ في يوم من الأيام يأخذوك شيعة علي، مروا بأيام صعبة، ما بالك إذا أخذوك وطلبوا منك البراءة مني؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والله لو قطعت بالسيوف إربا إربا. يعني واحد حي يأخذون لحمة يقطعون قطعة من لحم، يقطعوا قطعة قطعة، وأشعل النار ووضعت في النار لما تبرأت منك.
فقال له علي صلوات الله عليه: وفقت وجزاك الله عن أهل بيت نبيك خيرا. هذه كانت الكلمة. وفي يوم من الأيام جاء الموقف، وضعوه على تلك الحفرة: تبرأ من علي وإلا تضرب عنقك. قال: أن تضرب عنقي أحب إلي من أن أتبرأ من علي. أراد أن يضرب عنقه، قال: اضرب عنق ولدي أولا. ضربوا عنق ولده أمامه، أخذ الولد ساقطا على التراب يتمرغ في التراب. قالوا له: لماذا؟ قال: أخاف أن يرى السيف على عنقي فيتبرأ من علي فلا أجتمع معه في دار المقامة عند الله. ثم ضرب الجلاد عنقه. الآن إذا رحت إلى الشام، اذهبوا إلى مرجع عذراء، تجدون قبر فدائي من فدائي علي صلوات الله عليه. احنا مطلوب منا الآن أن نقدم أرواحنا؟ لا، الآن مو مطلوب منا أن نقدم أرواحنا، ولكن لا نبخل بالقليل على علي صلوات الله عليه. واحد يبخل بطبع كتاب حول علي صلوات الله عليه. في بعض البلاد المجاورة بدأت سنة جديدة قبل أيام، وحبذا لو تعمم هذه السنة مجموعة من المؤمنين أيدهم الله في مناسبة وفاة كل إمام، ميلاد كل إمام، يطبعون كراس حول ذلك الإمام. من هو الإمام الهادي؟ شبابنا يعرفون شيء حول الإمام الهادي؟ الكثيرون لا يعرفون. نعرف الإمام الهادي، يطبع من عدة آلاف نسخ ويوزع على المؤمنين لكي يعرفوا الإمام الهادي، لكي يعرفوا الإمام الجواد، لكي يعرفوا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. واحد يبخل على أمير المؤمنين صلوات الله عليه بكتاب يطبعه، واحد يبخل على أمير المؤمنين صلوات الله عليه بمال يبذله في سبيل أمير المؤمنين. ذلك الرجل يرى في المنام المحشر، المحشر والناس في تلاطم واضطراب والعطش مستولي على الكل، ما علي بكل القضية قطعة من القضية. يركض إلى حوض الكوثر، ونحن لا نعلم ما هو حوض الكوثر، إنها شربة تقع ضمن معادلات عالم آخر، ولكن لا بد أن يشرب من حوض الكوثر. ذهب إلى حوض الكوثر، ماذا يفعل هذا الحوض؟ لا نعلم. ذهب إلى الحوض عطشانا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فمنعه من الماء، ما طال ماء. ذهب إلى الحسن وإلى الحسين، ما أعطوا ماء. توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أنا من شيعتكم، أنا من مواليكم، لماذا تمنعونني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لك جارا يلعن عليا فلم تنهه. واحد اللي عنده جار يلعن عليا ولا ينهاه عن ذلك، هذا مو جدير بأن يسقى من حوض الكوثر. عندما يؤلف كتاب ضد علي صلوات الله عليه، عندما يؤلف كتاب يمدح خصوم علي صلوات الله عليه لأنهم خصوم علي، صدقوا أنهم حاقدون، حاقدون على علي، ولكن ما يتمكنون يظاهرون بذلك. تلك المرأة الفاجرة الفاسقة يكتب عنها عقيلة قريش ويوزع في بلد من البلاد الإسلامية. معاوية يكتب عنه أنه أمير المؤمنين لأنه ضد علي صلوات الله عليه.
يكتب في كتاب إن الحسين قد أخطأ لأنه خرج على إمام زمانه، خرج عن حده فقتل بسيف جده. إن لك جارا يلعن عليا فلم تنهى. المؤمنون ما لهم وظيفة تجاه ذلك، كل واحد منا بمقدار إمكانه يحاول أن يخدم عليا. تقدر تطبع كتاب اطبع كتاب، ما تقدر تطبع كتاب شارك في طبع كتاب، لك ذخر عند علي صلوات الله عليه. ما تقدر تعال إلى البيت ووزع الحلويات على الأطفال وعلم أطفالك من هو علي، اذكر لهم بعض القصص عن علي. كل مناسب واحد يأخذ حلويات في دكانه يوزعها على المارين ويشرح لهم ذلك. هذا بعد مو قتل النفوس، مو إزهاق الأرواح، هذا شيء أقل ما يجب تجاه علي صلوات الله عليه. واحد من المؤمنين الموفقين يقول قبل سنوات، عشرات السنوات، كنت في البحرين، رحت إلى تاجر أو كاسب ما أتذكر، فكانت بيننا وبينه معاملة، فقلت له إن شاء الله بكرة أجي إليك. طبعا هذا الثاني مو من خط أهل البيت، من خط آخر. يقول قلت له بكرة أجي عليك. هذا الرجل المؤمن قال لذلك الرجل في البحرين، قال بكرة تعطيل. يقول أنا تعجبت، ليش بكرة تعطيل؟ بكرة ماكو مناسبة، ليش بكرة تعطيل؟ فقال لي ذلك الرجل اللي مو على خط أهل البيت، ألا تعلم أنه غد يوم وفاة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها؟ بكرة تعطيل، هذه بنت رسول الله ولا بد أن نعطل. يقول هذا الكلام هزني من الأعماق. عدت إلى بلدي وبدأ هذا الرجل بالقراءة على فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، والآن تمضي عشرات السنوات وهذه القراءة مستمرة وسبب للخير والبركة ودفع آفات الدنيا وآفات الآخرة. كل واحد منا بالمقدار الذي يتمكن بينه وبين الله يحاول أن يظهر هذا الولاء. يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون معهم في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي.